واحد آب بداية شهر جديد، كيف عم تكون توقعات الأبراج وكيف حركة الكواكب مع مدام نجلة أباني؟ صباح الخير. صباحك يا نجلة. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما بخير وأيامكم سعيدة. طبعا اليوم واحد آب، يعني كواكبنا ما زالت في أماكنها، تغييرات رح تكون خمسة بالشهر. خمسة رح تدخل الزهرة إلى برج العذراء، هلأ هي في برج الأسد، يعني ثلاث أربعة أيام تدخل على برج العذراء، بتبلش الأمور تتحسن كتير للعذراء. لبرج الثور، هو التحسن عند برج الثور الحقيقة وبرج الجدي. طبعاً رح تنضم لعطارد الموجود في برج العذراء. عطارد رح يبلش تراجع خمسة بالشهر في برج العذراء، لكن رح يتراجع إلى برج الأسد. هلا هذا بيعمل راحة شوي لمواليد برج القوس الحوت اللي متضايقين من وجود عطارد في برج العذراء. التراجع رح يكون في برج الأسد ورح يباشر تقدم حتى في برج الأسد. على فكرة الشهر القادم كله تراجع لعطارد. طبعا المريخ ما زال في برج الجوزاء، لو كنت من مواليد العذراء القوس الحوت انتبهوا شوي صحيا لألكن أو لأحد المقربين. أول أخباري لمولود برج الحمل اللي اليوم عم يشعر بعدم ارتياح، يعني ما بعرف في شيء محتاج لضبط، يمكن حواليك في نوع من أنواع العراقيل، في شيء منافسة يمكن بهاي الفترات، أو أنت عم تتصرف بعيداً عن مسؤوليات مهنية أو واجبات. هلأ أنا بقول اليوم محتاج أنك تكون أهدأ، تساير أو ضع طارئة وتكون شوي متحفظ، الأخبار ليست على مستوى الجهد المبذول. مولود برج الثور اليوم حركة، نشاط، علاقات عامة، عم يغتنم فرص، محظوظ بلقاءات، ذهنه عم يشتغل بطريقة صحيحة، يعني في قصة مهمة ممكن تكون إيجابية، أخبار ربما توصلك إلى النجاح أو تطمح إلى تغيير حياتك. أنا بشوف الأمور إلى علاقة بسعادة واستقرار. هلأ هذا الأسبوع أنت معفي من التأثيرات السلبية، لما نكون خلصت هذا الأسبوع بتكون دخلت الزهرة على برج العذراء وبلشت تريحك بعلاقات موجودة بحياتك لكن بتفاصيل أريح بكتير. مولود الجوزاء غالباً عم بيناقش بعض الأمور المالية، والحقيقة أنا ما بشوف وضعه المالي الأفضل، في شيء عم بيتأجل، في شيء عم بيتأخر، نفسك تتحرر من هاي الضغوطات، بس أنا ما بشوف طوال الشهر ممكن تكون أريح مالياً. ما بعرف، هاي الأيام ما أنا سيئة، بس حاول تقلل من صرفك على أمور كمالية ربما أو على أمور بتقدر تستغني عنها. هلأ أنا بشوف الوضع مهتز قليلاً، وطبيعي بوجود عطارد كوكب المال بالنسبة لك، كوكب سفر وأوراق موجود في برج العذراء، مكان غير مناسب لك. اليوم السرطان القمر ببرجه عنده سكينة نفس وصحة إيجابية، أوقات مميزة، يعني تبث عواطف اليوم بطريقة جيدة وأمورك العلاقة بالإيجابيات، فئة بكير، نوع من أنواع النشاط، محبوب من الطرف الآخر، تشرح وجهة نظرك، تجذب فرص جيدة، يعني اليوم الأمور جيدة لمناسبات، ربما تسعد للقاء مهم ربما أو أصدقاء أنت عم تتفاهم معهم. اليوم يوم جيد لعزيزنا مولود برج السرطان. أما برج الأسد فاليوم معني بالإصلاح على الغالب، أو محتاج يسامح ويغفر، لأنه يوم فيه نوع من أنواع المتاعب ربما على الصعيد المهني وربما على الصعيد الشخصي. هلأ من حولك يحتاجك مولود برج الأسد، واليوم تحفظ بكلامك، تفور كبركان ربما وبتهدى. طبعا برج الأسد قد ما فار فما بتاخذ للقصة خمس دقائق، بيرجع بيهدى، بيشوف انه في ردود فعل كانت اوفر شوي او اكثر مما يجب. لا تعطي على كل اسرارك لمن لا يحفظها، واذا غلطت اعترف باخطائك. يوم جيد لعزيزنا العذراء خاصة اجتماعيا، انت تتواصل مع اصدقاء بطريقة ايجابية، في انشطة رياضية، فريق عمل مختلف، حياة شخصية، سعادة او فرح، يعني أنا بشوف إنه اليوم عم تفتح أبوابك لناس جدد، يمكن حيوية أو حماس، ربما مؤسسة حكومية أو ناس صلك زمان ما شفتون، عم تعيش يومك بطريقة ممتعة ومسلية وتفكر بالرفاهية أو تقبل دعوات. الميزان اليوم أنت اللي متضايق، مانك بأريح حالاتك، ما بعرف السبب،
يمكن نوع من أنواع الضغط من الناس اللي حواليك. أبطئ إيقاعك إذا قدرت وقعد مع حالك، سأل حالك وين الغلط وليش عم بتصير مضايقات وشو التصرفات اللي عم يعملوها الآخرين غلط، أو أنت اللي بتقدر تصلحه بيكون كتير منيح، لأنه اليوم في انتقادات أو تشعر بالتوتر ربما أو تسرع أو اندفاع. اليوم اضبط نفسك مولود برج الميزان ولا تكن مزاجياً. مولود العقرب، لا القمر بالسرطان، يعني برج صديقك، الأمور لك إيجابية، تفتح طريق لا رجعة فيه لخيارات جديدة، لحوارات ربما لتحسن أمورك، ناس تأيد مواقفك، تبادر إلى نقاش، شخصية مهمة حواليك ممكن تكون إيجابية، ربما تستعيد ثقتك بنفسك، متفائل على الغالب، وممكن يكون في مشاكل بطريقة للحل. مولود برج القوس، اليوم في عندك أمور مفرحة ورقية، ربما إذا عندك خبر عم تستناه أو عندك مساعدة مالية أو ورقة بشي مؤسسة حكومية، امتحان أو نتائج امتحان، فاليوم الأمور جيدة بالنسبة لك. في قضية عم تشغلك ممكن أنك تلاقي لها حلول، لا تخاف، غامر هاي الأيام لأنه في عندك حوارات للوصول إلى ما تريد. مولود الجدي، الحقيقة يعني اللي بينحل بالعصبية هو نفسه اللي بينحل بالهدوء. على فكرة يوم الأمور الصغيرة مضايقتك، حط خطط دفاعية لترتب أمورك ولا تقلل من قدراتك. يوم يعني انتبه للقوانين أو الأنظمة المرعية، غالباً أنت متسرع أو عصبي أو عم بتميل للشجارات، والحقيقة هاليومين الأمور عم تنترك معلقة أكثر من أنه عم تاخد قرار بشي قصة يمكن محتاج تكون دبلوماسي فيها. ما بعرف، على كل اليوم عم بتشكك كأنه بأمانة الآخرين. مولود الدلو، 100,000 قصة شغلته، يوم جيد يعتبر، بس يوم فيه عمل، رايح على شغلك مبكراً، والحقيقة شغلك كتير ومو قادر تعتمد على حدا من الناس اللي حواليك، ويمكن تكون مشغول بأعطال أو اليوم مبتعد عن التسالي، يوم فيه عمل كتير وعمل متوجب عليك إكماله. عموماً هلأ لا تفتش عن الجدال ولا تدخل يعني نقاشات ما في منها كتير جدوى. مولود برج الحوت عنده 100,000 قصة إيجابية اليوم وممكن يلاقي لها حلول. أنا بشوف الأمور جيدة بالنسبة لك وإيجابية، خاصة للقاء أو لخبر أو لتفرض آرائك أو ليكون عندك هيك مبادرة، اقتحام للمجهول لتحكي بمشاكلك وتلاقي حل. تبرز محاور قوي ومفاوض مولود برج الحوت، ذهنك صافي ومرتب. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 1/8، واتمنى له السعادة. الشخص اللي كلامه جميل، منطقي، منمق، بحب البيت والعيلة، الأكثر قدرة على الشراكة مع الآخرين، بالعكس هو الوحيد يمكن من مواليد برج الأسد اللي بيفكر إنه يفتح مشروع مع حدا، لطيف على كل، عادل، متفهم، بحاجة للحب دائما، دللوه غنجوه، على كل كلمة مواليد برج الأسد، بس يعني هو شخصية محبة للاهتمام على كل، وبيعطي اهتمام لغيره، شخصية قيادية ذكية، بتعرف شو اللي بدها إياه، شوي سريع ومتهور، بس بالأكيد إنه بيفكر بقراراته قبل ما ياخذها. سنة كتير مهمة بالنسبة لك لأنه فيها تغييرات، ولأنه هلأ لبلشت. أنا برأيي صلك على الشيخ 25 يوم، ها أمورك بلشت تريح وماشي باتجاه الأريح، رح تشوف يوم عن يوم الأمور رايحة باتجاه الأريح. بالمجمل المتبقي من السنة سعيد، ربما لارتباط، ربما لتحسن بالعمل، وربما لسفر إذا على بالك. رسائلكم بالتأكيد على 18:45 من أي موبايل داخل سوريا، وحاولوا تكون برسائلكم في يوم، شهر، سنة وأسم. صباح الخير لخضر، والله اشتقنا لك يا خضر، وين كنت غاطس يا روحي؟ صلك 4-5 شهور ما بعدت لي رسالة. الأمور لك إيجابية جدا وخاصة لسفر أو عمل، أنا برأيي في حظوظ مساعدة واللي رايده رب العالمين بيصير، بس هالشهرين اللي جايين هن الأفضل كتغييرات. أنا برأيي ما رح تكمل الشهرين إلا في تغييرات بارك لك فيها إذا أراد رب العالمين. سلم لي على مرتك يا خضر. بهاء الدين، صباحك خيرات، والله أمورك جيدة يا بهاء، عندك سنة حلوة،
خاصة هاي الأشهر القادمة فيها تغييرات على الغالب والأمور أخذت طابع إيجابي، فالله يقدم لك في الخير يا رب ويفرح قلبك. علي ابن أمال من 5/8، خليني أقول ل5/10 أو لآخر العاشر، رح بارك لك ببيعة سطح، بيقول لي في عندي سطح بدي بيعه. أنا برأيي حظوظك مساعدة جدا يا علي، والله يقدم لك في الخير. منار مع أحمد عم بيسألوني، علاقة جيدة جدا، بس دائما أنا بضحك بس شوف هاي العلاقة، لأنه دائما بسميها أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، حكي كتير فعل قليل. دائما هاي البرجين بتصيروا بتحكوا وبترسموا خطط، بس وقت بنيجي على التنفيذ ما بيكون التنفيذ مثل الخطط اللي ارتسمت. هلا العلاقة ضمن إطار جيد منار طبعا، وليست إحدى العلاقات الأفضل، لذلك ادعي الله يقدم لك في الخير. سلمان عامر تامر عم بيسألني عن أموره، والله سنة جيدة جدا بالنسبة لك يا سلمان، خاصة ماليا وعاطفيا، يعتبر الأفضل ماليا وعاطفيا، فالله يقدم لك في الخير ويفرح قلبك. نور الهدى، أمورك جيدة جدا يا نور من هلأ وما بعد، يعني مو قبل، صلك شهرين مانك مرتاحة، هي من أول السنة، الحقيقة السنة الماضية كانت أصلا متعبة، هلأ بلشت الأمور بقى تتحسن، بدك لسه 5/8 بس الأمور رايحة باتجاه الأفضل، والمتبقي من السنة مفرح. شيرين عم تقلي إنه شو، بس بدي أعرف شو برجي. 1/1 هو برج الجدي يا شيرين، والحظوظ مساعدة لك جدا بالمتبقي من السنة، ربما هي سنة ارتباط أو تغيير بحياتك، بارك لك عليه. غفران بنت نادية، يسعد أوقاتك يا غفران، مرقتي بشهر كان كتير متعب يا غفران، لم يكن مريحا أبدا، هلأ الأشهر القادمة لا مختلفة وأفضل بكتير، بس بقى يعني خدي قراراتك إنه أنا ما عاند، حاول كون متكيف قليلا، يعني هاي قصة جميلة، هو هذا العصر صاير عصر بده كتير من التكيف وكتير من التنازلات يا جماعة، ما حدا عم يعجبه العجب، يعني مو طبيعي فعليا. شو اسمها؟ رنا كاتبت لي الساعات 2 الظهر وهيك، كيفك يا رنا؟ امورك جيدة جدا يا رنا ابتداء من هلا، يعني مو من هلا، من 5/8 هي داخلة على سنة جميلة جدا، يعني التعب خلصنا منه. هلا طبعا هذا الشهر كان متعب جدا، وفي كان عندك شهر بأول السنة، بس عموما يعني من 5/8 وما قبل يختلف تماما عن من 5/8 وما بعد، لأنه رح تبلش الحظوظ تساعد. تالا عم تسألني عن أمورها، يسعد أوقاتك يا تالا، ما بعرف هلأ هي سنة جيدة جدا بالنسبة لك يا تالا، وسنة عواطف أكثر منها دراسيا، فما بعرف أنتو شو وضعك يعني، بس أنا أعتقد أنه بدك لسه لبداية 9 لتبلش الحظوظ تساعد، من 28 آب فلتبلش أمورك، فإذا كان في شيء هلأ ما عم يزبط معلش تحملينا ل 28 آب. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير. ضلي بخير دائما بخير.